تبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. طبعا بعد فوز النادي الأهلي بالأمس على نادي الزمالك 2-0 في الدقيقة 85 وفي الدقيقة 94 هدفي إمام عاشور وأسست إمام عاشور لأفشة وهدف إمام عاشور وأسست أفشة لإمام عاشور، طبعا بعد المباراة حصلت أحداث غريبة جدا. يعني مجالس الإدارات بتتصالح، نادي الكابتن محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي وأسطورة الأدب والأخلاق زار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الأستاذ حسين لبيب وخلى العلاقات كويسة وخلى كل حاجة كويسة بين الناديين وبين الجمهورين. ولكن الشخص لما يبقى قليل الأدب يعني هو ده اللي بيصدر أزمة وبيصدر مشاكل واحتقان بين الناديين. شيكابالا بيهين جماهير النادي الأهلي في السعودية عقب فوز الأهلي بكأس مصر دون تدخل الجماهير دون أي شيء. شيكابالا يثير الجدل بعد تصرفه مع جماهير النادي الأهلي عقب فوزهم بكأس مصر بعد فوز النادي الأهلي. أم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك ببعض التصرفات التي اعتبرها البعض مهينة لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي والاتحاد السعودي ورئيس لجنة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، كل ده إهانة كبيرة جدا 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 جدا. التصرفات إيه بقى اللي قام بها شيكابالا؟ ركز معايا سيد الفاضل علشان تعرف إن قليل الأدب محدش يعتب عليه. أول حاجة شيكابالا رفع علامة الساعات على معصمه، يعني شاور على إيده كده إن علامة الساعات وإن حرامية الساعات ويرجعوا الساعات، الكلام اللي انتوا عارفينه لو تفتكروا بتاع مرتضى منصور، اعتبرها البعض إشارة إلى الوقت الضائع الذي لعب فيه الأهلي مما أثار غضب جماهير النادي الأهلي. رقم 2 حركة الأموال بإصبعه، اعتبرها البعض إشارة إلى النادي الأهلي وإشارة إلى تركي آل الشيخ إن الأهلي اشترى البطولة من السعودية ودفع ثمنها، مما أثار المزيد من الغضب والاحتقان بين جماهير النادي الأهلي. ردود الفعل، طبعا جماهير النادي الأهلي غضبت من تصرفات شيكابالا واعتبروها إن دي أخلاق غير رياضية، يعني ده يعني قلة التربية، قلة التربية ملكي وقلة التربية في البيوت قبل ما يكون قلة التربية في نادي الزمالك. نادي الزمالك باسمه نادي كبير وبمجلس إدارته نادي كبير، فما يجيش لاعب زي ده يسيء لنادي الزمالك. بعض جماهير الزمالك دفعوا عن شيكابالا، تخيلوا الجماهير اللي ما عندهاش عقل اللي ما بتفهمش، دفعوا عن شيكابالا واعتبروا تصرفاته طبيعية في ظل التنافس الكبير بين الناديين. تخيلوا جماهير نادي الزمالك أو بعض جماهير نادي الزمالك دفعت عن شيكابالا وبتدافع عن شيكابالا وقال لك ده طبيعي جدا، فيه منافسة وفيه بطولة وده طبيعي، الناس افتكرتها طبيعي. طب لما محمود كهربا في نهائي الكاس لو تفتكروا لما كسب الأهلي الزمالك وراح احتفل مع جمهور النادي الأهلي وليس جمهور نادي الزمالك وقال لك أف أح كهربا حطه صح، طبعا الدنيا قامت ما قعدتش، اتحاد الكرة وقف كهربا 12 مباراة وغرامة 1,000,000 جنيه، تخيلوا. طيب الحاجة المثيرة للجدل فعلا إن لم يصدر أي اعتذار من شيكابالا حتى الآن مما أثار غضب جماهير النادي الأهلي. المفترض أنت لاعب كبير وكابتن فرقة تبقى قدوة وأخلاق للعيبة اللي حواليك دي، اتعلم من محمد الشناوي في الأهلي، اتعلم من رامي ربيعة، اتعلم من السولية، لاعب بيلم اللعيبة مش بيطحفش اللعيبة، لاعب اللي بيغلط بيأدبه مش بيقل أدبه. اتحاد الكرة المصري لم يتخذ أي إجراءات ضد شيكابالا حتى الآن، وده حاجة أنا مش قادر أفسرها، حقيقة حاجة مش قادر أفسرها.
اتحاد الكرة لم يصدر أي شيء لشيكابالا حتى الآن. طيب، التصرفات غير الرياضية بتؤثر على إيه بقى؟ أول حاجة سمعة اللاعبين. شيكابالا في هذه الحالة بيؤثر على سمعة اللاعبين المصريين. رقم 2، الزمالك في هذه الحالة بيتأثر، سمعة نادي الزمالك بتتأثر. رقم 3، بشكل عام أخلاقيات غير رياضية. الخلاصة، تصرف شيكابالا بعد فوز الأهلي بكأس مصر أثار الجدل حول أخلاقيات الرياضة، إن ده لاعب ما عندوش أخلاق رياضية. لم يصدر اعتذار من شيكابالا حتى الآن، وعلى فكرة مجلس إدارة النادي الأهلي مش هيسكت لو حتى هيرفع شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب التصرف المهين اللي عمله شيكابالا. وعلى فكرة، انت غلطت في السعودية وغلطت في أرض السعودية، ما غلطتش في أرض مصر. للأسف الشديد لم يتخذ اتحاد الكرة المصري أي إجراء ضد شيكابالا حتى الآن. التصرفات غير الرياضية تؤثر على اللاعبين وعلى النادي، وتؤثر على الأخلاق الرياضية بشكل عام عشان تكونوا عارفين. ولكن هنا الأسئلة اللي كلنا أكيد بنفكر فيها وكلنا هنسألها: هل شيكابالا هيتم معاقبته؟ هل الأستاذ حسين لبيب ومجلس إدارة نادي الزمالك هيحافظ على العلاقات الطيبة اللي حصلت بين الأهلي والزمالك وبين الخطيب وبين مجلس إدارة الزمالك، ولا هيسيب الموضوع؟ هل الناس ده هتعاقب شيكابالا، ولا شيكابالا أقوى من الجميع؟ هل اتحاد الكرة المصري هينفذ العدل ويطبق العدل اللي طبقه على كهربا لما احتفل مع جماهير الأهلي في المباراة الماضية وقال أف أح كهربا حطه صح؟ هل هيطبقوا عليه زي ما طبقوا على كهربا؟ هل لجنة الانضباط المصرية هتسكت؟ هل الاتحاد السعودي هيسكت على الإهانة اللي حصلت في أرض السعودية دي؟ ده كله هنتابعه في الأيام اللي جاية. بس عايز أقول لكم حاجة: شيكابالا مش هيتعاقب ولا هيحصل حاجة. عارفين ليه؟ لأن اتحاد الكرة زملكاوي، لجنة الانضباط زملكاوية، الأستاذ حسين لبيب زملكاوي صميم. هل شيكابالا هيتعاقب؟ أشك في الحكاية دي. في نهاية الحلقة صديقي، أتمنى من الله إن الحلقة تكون عجبت حضرتك، وياريت تعلق لنا تعليق جميل وتقول لنا من وجهة نظرك: هل التصرف اللي عمله شيكابالا دي أخلاق رياضية ولا قلة تربية؟ مستني ردك في التعليقات. ادعمنا باللايك، وصل الحلقة لكل الناس. بشكرك يا صديقي إنك كملت معايا للحلقة للنهاية. استنوني في فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.